فريد كان في ماتش ما بين هولندا والارجنتين، وكان في صور مميزه لميسي في الماتش ده، نعم. ورسائل كده ميسي كان بيبعتها لمدرب هولندا. كلمني عن كواليس الصور دي. ده كان ماتش مجنون جدا بالنسبه لي، وبرضه انا لما قلت من شويه ان انا كنت بصور وسط الجمهور، ده برضه كنت بصور وسط الجمهور. كان ماتش صعب جدا وماتش مجنون، 2-0 الارجنتين، فجاه 2-1 قبل الماتش ما خلص 2-2. فكان ماتش ودي يعني انا ميسي صورته كتير، ان كان في روسيا او كده، اول مره اشوفه متعصب كده. متعصب. احنا بقى بينا ايه، بينا عشره بقى انا وميسي بقى، خلاص بقى بقى اصحاب. رصد انفعالاته. بص الصوره دي برضو يعني عملت دي بقى ضجه كبيره على السوشيال ميديا. الصوره دي انا كنت اصلا متردد جدا ان انا اختار المكان ده في التصوير، وانا اجبرت على التصوير من فوق. يشاء القدير ان الصوره دي ما تتاخدش غير وانا فوق. لو انا قاعد في المكان الطبيعي كنت تصورته من ظهره نهائي، هصوره من ظهره. فهي دي يعني صوره من الصور المهمه، ان اصلا قلما لقيتي اصلا ميسي في حياته اصلا بينفعل في مباراه. فده الانفعال جميل جدا، وكان ليه قصه وليه تاريخ، وكان احكي لنا وعمل قصة ليه كده. هو اصلا يعني هو اصلا مدرب الارجنتين، مدرب هولندا، كان بيدرب قبل كده برشلونه، فكان حاطط اسم اللاعب انسيتو اللي هو كان معاه في اسمه ريكالمي. كان حاطه في دماغه وهو لعبه في مكان مش مكانه، لغايه ما كرهه في برشلونه ومشاه برشلونه. فيعني ميسي حاطط الموضوع قوي في نفسيته، شايل قوي، وخد الموضوع بعصبيه. اول ما جاب الجون واول ماتش خلص، فقام راح بقى واحتفل قدامه كده وغازه وكده، يعني ايه، وقام عمل احتفال ريكالمي قدام مدرب. وانت لقطت الصوره؟ الحمد لله. هو على فكره بالمناسبه ميسي في الملعب بالنسبه للمصورين هو هادي جدا. يعني هو من النوع الهادي، مش زي مثلا كريستيانو طول الوقت بينفعل، او مبابي مثلا بيتحرك كتير، انما ميسي لا، بجد فعلا هادي جدا، حركاته قليله جدا، تصويره بيبقى. بس انت ما قلتش هادي، قلت ممل. يعني قلت ممل في تصويره. يعني هو يعني في احنا لما بنيجي نصور بنبقى عايزين في انفعالات اكتر وحاجات زي كده. الانفعال ده لميسي على وجه التحديد شفناه بقى في انفعالاته للفوز بكاس العالم ونظراته لكاس العالم. احنا اول مره نشوف ميسي بينفعل واحتضانه لكاس العالم بالشكل ده، وزوجته واولاده وهو بيصورهم وكانه بيهديهم، يعني ميسي انجازه الكبير. يعني ميسي غلبنا قوي في النهائي، قعد تقريبا 30 دقيقه، قاعد نص ساعه في حرام عليك. تعبتنا يا عم. قوم كاس العالم حلم حياته. بس مش كده، لا هو 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 فريد يقصد ايه، ان هو فضل قاعد هو وزوجته واولاده، وفي صور برضو موجوده، فضلوا قاعدين على المنصه، كان كل اللعيبه بتحتفل الا هو قاعد بيتصور وبيسلم على اولاده، وقاعد بيحتفل مع اولاده. احنا بالنسبه للمصورين لا، انا عايزه يلا عشان تمسك الكاس، ويلا اتحرك. الصوره مع اولاده. لكن الحقيقه برضو انه الناس بتشوف انه لما نجوم كبار زي ميسي، هو اول حد فكر فيه، اول حد فكر انه يقعد معاه الصور دي. خليني اكلمكم بعيد شويه عن الكوره، كانت حديث بقى كل الاسر طبعا، انه نجم بالحجم ده كل اهتمامه دلوقتي في اللحظه اللي هي الاهم في تاريخه، اللحظه الاكبر في تاريخه، بمراته واولاده. هو يعني اهداهم الكاس وقعد معاهم وتصور معاهم، وزي ما انتم بتقولوا قعد نص ساعه بيحتفل مع اسرته. ما هو انا بقول لحضرتك وانا بصور الصور ديت، يعني انا عايز اصور حاجات متنوعه اكتر. يعني صورتين لا، يعني هي طبعا صور توثق الحاله اللي حضرتك بتتكلمي فيها، طبعا تحمل معاني كبيره انه النجاح ده وراء اسره متكامله كده. يعني بالظبط كده، انا ببص نظره ثانيه. يعني انا دايما المشاهد او المتلقي بيبص للصوره، يعني ممكن الصوره مثلا حد يشوفها بزاويه ثالثه خالص غيرنا. فاحنا بنبقى بنحب التنوع عشان نوصل اكبر قدر من الصور للناس، ما يبقاش كادر واحد او صوره واحده، او ما تبقاش الصور ممله، تبقى كذا حدث كذا حاجه. فهو زي ما بنتكلم كده، هو فضل قاعد نص ساعه هو واسرته طب على انا المنصة. بقول لك سر بقى مهم قوي. انا 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 مش من مريدي ميسي. ليه بقى؟ ان انا اصلا بشجع ريال. خلاص، فانت الناحيه الثانيه. ما هو طبيعي واحد بيهين فرقتي انا احبه ازاي؟ بس كده كده انت بتخرج بقى عن الحياديه. لا يعني بالظبط كده، انا بس يعني هشرح لك محايده فريد، والله هشرح اهو. ميسي بالنسبه لي هو 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 يعني عمل حاجتين في البطوله دي احترمته جدا. اول حاجه في ماتش الارجنتين وهولندا، ماشي. طبعا مارتينيز هو البطل الاول والاوحد في الـ وصد اكتر من ضرب الترجيح. خلاص، اول ما الكوره دخلت وهم فازوا، كل اللعيبه بتوع الارجنتين جريوا على يعني
يعني بعيد، الوحيد اللي راح لمارتينيز هو ميسي. حتى كمان في صوره موجوده هو نايم على الارض، ميسي الوحيد اللي راح له وحضنه. فقد ايه هو انسان هو، لا بجد يعني عشان هو ما نسالوش الصده الاخيره اللي هي في الدقيقه 118 لان الكره دي هي اللي فرقت في كل الماتش. يعني هي الكره الانفراد الاخير، الانفراد الاخير لان كان 3-3. لا ده انا انت بتتكلم على ماتش اول حاجه ولندا. انت ما جبتلناش الصوره دي بس عشان نبقى لا والله انا بعتها مش موجود، مش عندنا، لو عندنا كنا عرضنا. بس فهو لا وال يعني موقف التاني الصراحه اللي هو طبعا رخم عليا. انت خلاص قعدت مع اهلك يعني حلو جدا، قوم بقى يلا عوض بقى صور تانيه، ما انا مش صور صوره واحده بس نص ساعه يعني. لا هو قاعد معاهم خالص، قاعد معاهم، فده صراحه لا ده انسان. اللحظه دي برده كانت مهمه جدا ما بين مبابي وميسي. ده احمد جمعه، تصوير احمد جمعه دي، صح يا احمد؟ دي بقى يعني انا شايف ان دول كانوا اهم اتنين لعيبه في البطوله كلها. ميسي خلاص يعني اعتقد انه خلاص كده خلص مع المنتخب، واعتقد ان العشر سنين اللي جايين او الاكتر يمكن كمان هو بقى امبابي. فهو بيبص له يعني نظره البصه اللي هو يعني انت قدوتي، او يعني فيها نظره تحدي كمان ان هو ممكن يكون افضل منه في المستقبل. امتعتونا خلال المونديال وتشرفنا بيكم، ودايما يا رب المصريين دايما يكونوا مصدر للفخر وللعمل المشرف في كل مكان. شكرا جزيلا احمد جمعه وفريد قطب، شكرا جزيلا نورتونا النهارده في التشكيل.